غسول سيرافي الخاص بالبشرة الدهنية، يعتبر منظف الوجه الرغوي مثاليا لإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والمكياج. وغسول سيرافي للبشرة الدهنية لن يعطل حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، ويحتوي على مكونات تساعد في الحفاظ على توازن الرطوبة. يحتوي غسول سيرافي للبشرة الدهنية على سيراميدات وحمض الهيالورونيك والنياسيناميد للمساعدة في استفادة حاجز البشرة وجذب الترطيب وتهدئة البشرة. تم تطوير هذا الغسول من طرف أطباء الأمراض الجلدية لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الزيوت الزائدة وإنعاش البشرة دون الإفراط في تجريدها أو تركها مشدودة وجافة. يحتوي غسول سيرافي للبشرة الدهنية على 3 سيراميدات أساسية وحمض الهيالورونيك والنياسيناميد. هذا المنظف الرغوي الذي يعتمد على الجيل هو وسيلة فعالة، ولكنها غير مزعجة لتنظيف البشرة والعناية بالبشرة الدهنية. غسول سيرافي للبشرة الدهنية متوفر في حجمين، الحجم الصغير 236 ml بسعر 8 يورو، ومتوفر في الحجم الكبير 473 ml بسعر 11 يورو. ويمكن استعمال هذا الغسول للأشخاص ذوي البشرة العادية إلى البشرة الدهنية. مكونات غسول سيرافي للبشرة الدهنية: السيراميد الذي يساعد في ترطيب وتجديد وظيفة الحماية الطبيعية للبشرة والعناية بها، نياسيناميد الذي يساعد على تهدئة البشرة، حمض الهيالورونيك الذي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية للبشرة كما أنه يساعد في التخفيف من إحمرار البشرة، الماء، الجليسيرين، الصوديوم، حمض السيتريك، والعديد من المكونات الأخرى. مميزات وفوائد غسول سيرافي للبشرة الدهنية: هذا الغسول يزيل وبلطف الأوساخ والزيوت والمكياج من دون أن يعيق الحاجز الطبيعي لحماية البشرة. غسول سيرافي مناسب للبشرة العادية إلى البشرة الدهنية، ينظف ويزيل الزيت دون الإخلال بحاجز الجلد الوقائي. ينظف غسول سيرافي للبشرة الدهنية البشرة بعمق، ويمنح البشرة ملمس لطيف يترك البشرة ناعمة ورائحتها منعشة. يساعد غسول سيرافي للبشرة الدهنية في استعادة الحاجز الطبيعي للبشرة والحفاظ عليه بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك الذي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية للبشرة ويساعد على تهدئة البشرة. كما سبق وقلنا، فإن هذا الغسول تم تطويره من طرف أطباء الجلد، كما أنه خال من العطور ولا يسبب الجفاف ولا يسبب التهيج ولا يسد مسام البشرة. هذا الغسول مناسب للاستخدام على الوجه، على الجسم وعلى اليدين، كثيف الرغوة وآمن للاستخدام. الطريقة الصحيحة لاستعمال غسول سيرافي للبشرة الدهنية: يتم استخدام هذا الغسول مرتين يوميا، مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء، وذلك عن طريق شطف البشرة أولا بالماء، وضع كمية مناسبة من الغسول على أطراف الأصابع، ثم توزيعها على البشرة ودلك البشرة بلطف بشكل دائري، ثم شطف البشرة بالماء الفاتر وتمرير قطعة من القطن بها كمية من ماء الورد على الوجه لقبض المسام، أو يمكن استعمال أي كريم طبي مرطب مناسب لنوعية البشرة. كانت هذه جميع المعلومات حول غسول سيرافي الذي يمكن استعماله للبشرة العادية إلى البشرة الدهنية. لا تنسوا زيارتنا على مدونة ريتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول كل ما يتعلق بالصحة، الطفل، المرأة، الزيوت والأعشاب الطبيعية، التغذية الصحية والجيدة وغيرها من المعلومات، الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات، متابعتنا على موقع ريتاج على الفيسبوك والانضمام إلى مجموعة ريتاج. جميع الروابط تجدونها أسفل في صندوق الوصف.